أول من ساند الخوذ البيضاء هم الشعب السوري وشعوب بمختلف أنحاء العالم، اللي هي فعليا قدموا تبرعات، في ناس قدمت آليات، في ناس قدمت سيارات، وفي ناس كانت تتواصل معنا بكل لحظة لتقدم المساعدة، فلذلك لازم نتشكرهم كلياتهم. يعني طبعا السفارة هي السنة العاشرة لها في دولة قطر، وهي تعتبر كبعثة دبلوماسية كاملة الاعتراف في دولة قطر. دور السفارة بصراحة كبير هنا في دولة قطر، خاصة يعني كبناء علاقات مع البعثات الدبلوماسية الأخرى. نحن هناك لقاءات مستمرة مع الدول ومع البعثات الدبلوماسية، والملف السوري حاضر، وندفع بشكل دائم تجاه عدم التوجه يعني بالتطبيع مع النظام. نعمل على الملفات الحقوقية والقانونية. تعرفوا دولة قطر هي دولة داعمة بشكل كبير للملف السوري، وداعمة للحل السياسي للملف حسب قرارات الأمم المتحدة، وهي ضد مكافأة المجرمين وعودتهم إلى الجامعة العربية أو إلى المؤسسات الأخرى أو التطبيع معهم. فقطر هي داعمة، ونحن مع قطر نعمل سويا من أجل إيقاف هذا التطبيع حسب ما نستطيع. طبعا دور السفارة بالناحية السياسية تعمل بهذا الاتجاه، وبالناحية الخدمات والأمور القنصلية تخدم الجالية السورية كذلك الأمر، وهذا يعني يصب في نزع الشرعية من النظام. يعني أنا أقول أن النظام يدفع الغالي والنفيس حتى يغلق هذه السفارة، لأن السفارة فعلا نزعت شرعيته في هذا البلد، ونحن نحاول أن ننزع هذه الشرعية في أماكن أخرى. المعركة لم تنتهي، والنظام لم ينتصر، ونحن لم نخسر. علينا دور أكبر من بداية الثورة، أكبر من أول 5 سنين. علينا دور بالاستمرارية، مثل ما النظام مستمر بجرائم الحرب نحن لازم نستمر بالتغطية، وهذا للأسف اللي ما عدنا عم نشوفه على شاشات الإعلام، حتى اللي ما زالت داعمة بحكم يعني سيكولوجية الأخبار والجمهور، إنه الناس بتمل، الناس بيكون في زخم في البداية لما بيكون خبر جديد. الآن لم يعد هناك خبر جديد في سوريا بالنسبة للأشخاص، وهون دورنا أكبر كعالم. هون لازم نعمل مجهود صحفي أكبر، إنه نركز على إنه نطلع شيء جديد بالقصص. حاليا ممكن تكون الهدف الأكبر من الرسالة هو إيصالها لسفراء دول مختلفة، فأغلب السفراء هون من دول غربية، بالإضافة لأن السفراء من دول العربية بيتكلموا اللغة الإنجليزية، فنحن مثل ما بقول يعني بحجرة واحدة بنصيد عصفور. الدفاع المدني دائما دوره من 10 سنين من تأسيسه لليوم هو دور بيعتمد بشكل أساسي على إيصال الحقيقة لكل الناس ولكل الدنيا. بالدرجة الثانية طبعا إيصال الحقيقة، بالدرجة الأولى هو بتقديم الدعم والمساندة لأهلنا بسوريا. شو نحن النظام عم يستغل الأزمة؟ النظام عم يستغل أي أزمة ممكن يستغلها بكل السنوات، ما نشي جديد أنه النظام يستغل أي أزمة لحتى هاي. لكن فعليا لازم نحن نكون على يقين أنه لازم نقاتل لنوصل الحقيقة ونقول للعالم شو عم بيصير بسوريا، ومين المستفيد من هذا الوضع بسوريا، ومين اللي عم بيتضرر كل يوم من هذا الوضع اللي عم بيصير بسوريا. لذلك بتوقع انه بشار الاسد حاول يستفيد، هل هو حقق اللي بده اياه؟ لا، لانه هو فعليا الدول الفاعله بالملف والدول الفاعله على المستوى الدولي هي رافضه هذا الموضوع بشكل قطعي. في بعض المحاولات، لكن هل هاي المحاولات رح تنجح؟ نحن كدفاع مدني اللي عم نعمله انه نضمن النظام، نضمن بشار الاسد تحديدا ونظام سوري يتحاسبوا على كل الجرائم اللي ارتكبوها، ونحن هذا الشيء اللي عملناه بالعشر سنين الماضي، كنا عم نوثق كل الانتهاكات اللي ارتكبها النظام واللي ارتكبتها روسيا بسوريا.